واو باش تجيبي بحال هاد اللي دام راه خصك تكوني بروفيسور. ها هادي ديال شهر 10 اللي كنا ورينا اليوم فيها الخضر بزاف، وهادي ديال شهر 12 فيها شويه الخضر والاحمر والكحل. ماشي داك البيض، هذاك البيض راه مخدوم، هذا راه احمر، شوف اللون ديالو كي داير. راه تيتسحب واحد الانسان، الا ديتي لواحد الانسان واحد المبلغ ديال المال صافي راه قديتيها، راه غادي يبقى تابعك هذاك المبلغ حتى نهار ما مات، ونهار تموتي تخلصيه من الحسنات ديالك، ولا ما بقاوش عندك الحسنات تخلصيه من الذنوب ديالك. تيتواصلوا معايا الله عمر هضر، والناس من كوريا يا صاحبي تيتواصلوا معانا. السلام خويا بخير، هاني لاباس؟ كي داير؟ هاني بخير لاباس الحمد لله. قربنا شويه من هذا الخير. مرحبا. اولا بعدا تنباركوا العواش للمغاربه كاملين اللي في جميع المدن المغربيه من طنجه للقويره وكذلك الجاليه المغربيه، الناس اللي كيتعاونوا معنا في هذه القناه كنقول لهم مبارك عواش لكم وكل عام وانتم بخير الحمد لله. وهنا هالجديد هذا راه معزيره ديال النور، ديال النور المليح ديال السرحه، ما كاين لا الف لا حاجه، حتى غا سرحه ما صيفطناه للناس للرباط لكازا طنجة تطوان اكادير كاع تيشكروها، كيكون غا تلقينو غا السرحه، غا السرحه ما كاينش شي حاجه اخرى من غير السرحه، وراه كلهم سنان الحليب ما كاينش شي حاجه اللي كبيره ولا شتي كامل. يلا في 6 كيلو 7 كيلو 3 كيلو. وبالنسبه اخويا للثمن 2200، 2200 هي الثمن ديالها، زادت واحد 1000 فرانك الغالب الله ما كرهناش. هذا مع الناس يسولون تيقول لك مالك ما درتيش الفيديوهات في هذا رمضان، مالك ما درتيش؟ قلنا لهم ما دير السوق شويه غالي، ما بغيناش نديروا الفيديوهات السوق غالي، احنا دابا ما تقلناش احنا درناهم دابا. وهذا الغلاء اخويا راك عارف دابا كلشي غالي، الشعير غالي، الثمن ديال المعز غالي بزاف. بحال هادو راه 17000 ريال، هادو 17000 ريال الوحده، 7 كيلو 7 ونص 17000 ريال. وسنان الحليب ما كايناش شي وحده اللي كاسره، والمليح والصغر ومعز ديال الجبل نصرة تيعرفونا. واش نصوروا واش ماشي وقت كمعز دابا الناس تيكونوا مثلا عاطين الغنم ديالهم، واه الواحد باش حتى شهر 7 عاد تيبيعوا، واه لا دابا تيبيعوا دابا باش يصيروا دابا هاد الوقيته ديما من العام تيكون شويه، تيكون شويه الغلاء في المعز، لا في المعز لا في الغنم تيكون الغلاء. دابا كاين المعز كاين ماشي وقت البيع، ماشي وقت البيع عادي، دابا البيع ديالو ما تيكون مزيان حتى شهر 5 6 الفوق عادة يكون مزيان، 6 7 هكاك عادة يولي سميد. دابا راسي تيكون شي واحد شاد شي غلم ما كيتحاسب مع السيد حتى لشهر 7، اي حتى لشهر 7 6 هكاك تيتحاسبوا تيقسموا عند ديك الساعة تيكون البيع. واه واه لأن ديك الساعة البهيم تتوصل تتسمن، يعني البهيمة فاش تتسمن تدخل للسوق. يعني في الفترة اللي فيها دابا حنايا ديال شهر مارس، واه عاد تكون شوية ناقصين شوية البهيم. واه باش تجيبي بحال هاد اللي دام راه خصك تكوني بروفيسور. ها جيبي بهيم تسمان بحال ما خصك تكوني بروفيسور. الدويبرات هادو 3000 حتى 2800، هاهم 3000 حتى 2800. والمليح والمليح اودي الاخ، ها حتى اللي بغى شي حاجه ثاني كيما العاده نصيفطوا ليه لجميع المدن، تنصيفطوا لجميع المدن كازا تطوان الرباط العرايش تماره تيزنيت توازازات تنغير. اللي بغى المعز حي اللي بغى المعز حي صيفطوا ليه حي، اللي بغى شي جدي حي ولا شي جدي حيه نصيفطوا عليه لجميع المدن. بغى اللحم راه عندنا الكلاصيرات نصاوبوا ليه اللحم ونقرضوا ونعاودوا نصيفطوا ليه. بغى الزيت ها هي المليح نصيفطها ليه 1900 ريال الزيت ونصيفطها حتى لعندو عاد يخلص، ولا ما عجبتوش ما يخلصهاش. هذا اللون ديال هذه خضر شويه، هذه ديال شهر 10 اللي كنا ورينا اليوم فيها الخضر بزاف، وهذه ديال شهر 12 فيها شويه الخضر والاحمر والكحل. نفس الثمن. وها الزيتون هذا راه ساتي انا حبه حبه، ما في لا صودا لا حتى حاجه، 1500 ساتي حبه حبه. ها هو داك الشيء مليح للعشاق اللي بغى شي حاجه نصيفطها ليه، والحمد لله. وراه تنصيفطوا للناس حتى لاوروبا الزيت العسل، الزيت راه تنصيفطوا حتى لاوروبا، اللحم اللي ما تنصيفطوش لاوروبا، الزيت والعسل راه تنصيفطوا لاوروبا. بالنسبه للليمون وهادشي ديال الليمون اخويا، ها هو ديال الليمون راه تنحسبوه ب 18 المليح، ها هو شتي كي داير حمر، ماشي داك البيض، هذاك البيض راه مخدوم، هذا راه حمر، شوف اللون ديالو كي داير. ها الارز، الارز تا هو ها المليح ديال الارز، ها هو هذا الزعتر، ها هو الزعتر. الاثمنه ديال الزعتر 6000، وديال الليمون 1800 حتى 100 درهم، وهذا ديال تناغوت 4000 ياك ديال الحساسيه، وديال الارز 4000 حتى هو ديال الحساسيه، وديال الخروب 4000، وديال الزقوم 5000،
وديال الزعتر 6000 وديال الدغموس 6000 والمليح هما يسالوني المغاربه غير المليح وراه تنصيفط السلعه سواء اللحم سواء الزيتون سواء العسل تا توصل الانسان او الزبون السلعه عاد كيخلصها ولا ما عجبتوش ما ياخذهاش صافي ايوا هذا الشيء اللي شرط الناس الكليار تعرفوني خلاص حنا غير الناس اللي ما تعرفوناش حنا تنوريهم ولا شي واحد ها ولا شي واحد دار لك هكا لا دارني شي واحد هكا ولا هكا حتى الغدا امام الله وغادي نديروا لي حتى حنا هكا هكا تيتسحابي راه الناس كاينين كثار وما اكثرهم غا هي اللي باغي المغاربه نوريهم راه تيتسحب واحد الانسان الا ديتي لواحد الانسان واحد المبلغ ديال المال صافي راه قديتيها راه غادي يبقى تابعك هذاك المبلغ حتى النهار ما مات ونهار تموتي تخلصيه من الحسنات ديالك ولا ما بقاوش عندك الحسنات تخلصيه من الذنوب ديالك يعني الذنوب ديالي انا نولي نهزهم نعطيهم لك نبقى نهز لك في الحسنه حتى ما يبقى عندك والو نهز الذنوب ديالي نزيدهم عليك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيلقى في النار بغينا حنا غا من يدي لينا سمعتينا الناس راه غالطين ومن هذا المنبر تنقدموا التحيه باش ما ننساوش الناس ديال الجاليه المغربيه اللي في ايطاليا اللي في فرنسا اللي في هولندا اللي في بلجيكا تيتواصلوا معاك الله عمرها داروا الناس من كوريا يا صاحبي تيتواصلوا معنا والله الا من كوريا تيتواصلوا معنا فرنسا المانيا هولندا بلجيكا والحمد لله وما عمر شي واحد درنا معاه شي حاجه خايبه وما عمر شي واحد صيفطنا ليه شي حاجه وقال لك ما عجبتنيش ولا كبيره ولا الحمد لله هذا هو سبب الاستمراريه ديالنا النمره هي 06 11 87 01 98 06 11 87 01 98 والتوصيل تالا عند الزبون هذا الخلاص راه ماشي تيصيفطوا الفلوس انا نصيفط لهم السلعه توصلوا مع هذا تيخلصوها والناس راه تيعرفونا والحمد لله ما بلادنا زينه احسن دوله في العالم والحمد لله الخيرات ها يكون واحد التضامن بيناتنا ويكون واحد التعاون طواحن هادو اللي فيهم اللي فيه مرض الفقر اللي فيه فقر الدم ها هما الطواحن 5 دراهم وهذه التقليه طرفنا لواحد السيد هذه 50 درهم ها هي الطواحن اللي بغى يشوي الطواحن اللي فيه فقر الدم هادو راه ضربه ببطله تنقول للمغاربه اللي فيه فقر الدم طواحن ضربه ببطله كارنتي طواحن والزبيب والتمر هادو 3 والحمد لله على النعمه ديال الله والمغاربه الحمد لله راه تيعرفونا راه خلينا بلاصتنا نقيه وغادي تبقى نقيه ان شاء الله.